عملنا النيورولوجيكال اكزامينيشن ارجو تكونوا ذاكرتوا الاسئله بتاعته من السي دي. عملنا التشيست اكزامينيشن ارجو تكونوا ذاكرتوا الاسئله بتاعت السي دي بتاعته. هنعمل دلوقتي الابدوم لوكال اكزامينيشن اوف الابدوم. تمام ارجو تذاكروا وتذاكروا الاسئله السي دي بتاعته. يوم السبت 12:30 to 2:30 هنعمل جنرال اكزامينيشن. يوم السبت 12:30 to 2:30 هنعمل جنرال اكزامينيشن. مش ارجو ان انتوا برضو تذاكروا اسئله. يومها هنتفق على حاجتين. على ميعاد لحصه الحالات نجيب بقى حالات الحصوره. ومعاد تاني ودي هتبقى حصه طويله ولازم نشوف لها وقت حتى يكون مكلبص كده ملظبط يعني عشان كلكم تبحثوا كل حاجه. وبالنسبه ليه؟ في ساعتين لاسئله السين وجيم اللي انت ما ذاكرتوهاش. اللي انتوا ما فهمتوهاش ذاكرتوها بس ما فهمتوهاش. ده تطلب ان انتوا قبل ما نتفق على ميعاد الحصه تكونوا مخلصين السنون والا يبقى الحصه مالهاش معنى. الامتحان بيبقى في ايه؟ بيبقى كل اللي بناخده. طيب هل في هيستوري يا دكتور؟ احتماليه الهيستوري ما تزيدش عن 10%. يعني كل 10 طلبه واحد هيتسال ومش بيتسال الامتحان كله بيبقى جزء منه. هقول لكم هنعمل فيه ايه بس يعني الامتحان ده امتحان شورت، امتحان الشورت بيبقى اكزامينيشن خلاص. في النهاية أنا قاعد قدامي ناس مستوياتها مختلفة، شايف مستوياتها مختلفة، يعني المحطة مختلفة. في واحد بيحلم يطلع من الأوائل، واحد عادي بامتياز بس، واحد عادي جاي جدا، واحد زي ما تيجي كده يعني. وبناء عليه هيكون تصرفه. الدكتور بيقول حاجات، مين اللي هينفذها بحذافيرها؟ مين اللي هينفذها 70%؟ مين اللي هينفذها 50%؟ دي حاجة بتختلف اختلاف مستوياتكم اللي هي طموحاتكم، مستوياتكم اللي طموحاتكم. لأن مش فروقات الذكاء كبيرة. فروقات الذكاء صغيرة. فروقات في الطموحات. يعني شاطر يعني عايز يبقى شاطر. بليد يعني مش فاكرة. بس مفيش فروقات يعني في الذكاوة أوي. فأنا قلت مش هقعد أمسك واحد واحد أقول له بقى ذاكر. خلاص قلت وكل واحد عارف هو طموحه وعايز. طب يا دكتور أنا ممكن أذاكر كويس أوي أوي أوي. واتسأل سؤال غريب واخد درجة وحشة. ممكن ما ذاكرش كويس واتسأل في اللي انا ذاكرته واجيب درجة كويسة. طب ما طول عمره ده وارد. لكن هل ده اللي هيتبني عليه درجتنا في الشغل؟ مش معقول. طول عمره ده وارد. ما بنعملش كده. ما بنمشي بقانون ربنا، ربنا يقول لك اسمع كلام الدكتور. طيب اسأله واحد ذاكر، واحد ذاكر ده وقفت خالص. فاللي لسه ما فاقش لو سمحتوا يفوق. نيورو يتذاكر، كارديو طبعا بيتصم ده اشتغلناه كويس. الابدومن النهارده يتذاكر، الشيست يتذاكر، والجنرال ان شاء الله يوم السبت يتذاكر. انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن. انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن. هو بس كات موكم كمان. الاثنين؟ عادي يا ابني عادي، هي دي سنه سته. طب ده كويس يعني قعدت ثلاث دور. ده كان مره درس حصه يعني سنه من السنين والولد قاعد عمال يبص وانا عمال اشرح عمال يبص بعيني اكتشف ان الحصه دي حضرها قبل كده. انبصف الساعه يا نهار اسود ده انا علي حسين وابقى قايم على حسين. يعني هو مش
مش عارف فين اساسا. ده حلو جدا، ده حلو. ما قلبه جابه ايه؟ خليك معايا. هنعمل ايه طيب يا جدعان؟ ايه بتاع القلق؟ هو حد حد بيقول نبتع التكييف؟ ايه بتاع التكييف؟ عايز اشرح، انا بتاع الشرح. انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن. انا هشرح الموضوع على عدة لايرز. اول لاير خلاص يا سحس، خلاص. هعمل على اربع خطوات. الخطوة الاولى ان انا هحط السكيما، لان اهم حاجه في الاكزامينشن ان انت ما تبقاش تايه وعارف مخك بيمشي ازاي. الخطوه الثانيه هبتدي املى هذه السكيما. اسكت بقى. هبتدي املى هذه السكيما بالشرح. الخطوه الثالثه هبتدي اطبق ده على العيان. حضراتكم بعد كده طبعا بنقول لو سمحتوا الحصه تتسجل، اي حصه ريفيو تتسجل. ما سجلتهاش زميلك سجلها تاخدها منه، ده اساسي لان انا هتكلم بسرعه هتحتاجوا تسمعوها تاني. باي انسبكشن للابدومن بنعلق على اول حاجه اسمها سايز اند كونتور. خليك معايا، بصلي هنا وبعدين من فوق لتحت. سب كوستال انجل دايفركيشن اوف التايم امبيليكس سوبر بيوبيك هير واطلع على الليس سكين. في الليس سكين بعلق على سكار وسترايا وسكراتشنج ماركس وفيزيبل فينز ودايليتد فينز واذرز. بعد كده نبتدي رحله التسوح. نشحت من الكارديولوجي بجاستريك بالسيشن تبع الابدومن، ومن الشيست تايب اوف ريسبيريشن تبع الابدومن، ومن الجراحة أربع حاجات. من الجراحة أربع حاجات: هيرنيان أورفيسس دي جراحة، فيزيبل بريستالسيس دي جراحة، فولنس في الرينال أنجل دي جراحة، ميل جينيتاليا دي جراحة. أربع حاجات دي جراحة مهتم، يعني هم أمراض جراحية مش بطنية لكن بيتقالوا. فنقول هذا الكلام: أول حاجة سايز أند كونتور، تاني حاجة سبكوستال انجل ريكتاي امبليكس سوبرا بيوبيك هير سكين. السكين بعلق على سكار وسترايب وسكراتشنج ماركس وفيزيبل فينز ودايليتد فينز، وبعدين اذرز. اذرز دي من الكارديو قلنا ايبيجاستريك بالسيشن، من الشيست ريسبيراتوري موفمنت. ده رابع كيس للتحيه تقع. كفايه ما شاء الله ما شاء الله لسه هفطر. هيرنيال اوريفيسز هيرنيال فيزيبل بريستالسيس رينال انجل ميل جينيتاليا. السكيما هي اهم حاجه على فكره في الابدومن، يعني السكيما حط عليها التكنيك بتاع البلبيشن ريفرنس كلين خلص الابدومن. السكيما دي مهمه جدا، يعني حفظ السكيما هو اساسي في الابدومن. كلمة الكارديولوجي قصيرة لكن مليانة. خليك معايا.
بالنسبه للبلبيشن سكين عندنا سوبرفيشال بلبيشن وديب بلبيشن. السكيما دي جزء رئيسي على فكره، يعني هتلاقي نفسك ما عندكش صعوبه قوي وانت سوبرفيشال بلبيشن وديب بلبيشن. مش بتاكل وبتتصايح هي. الله. دي بلبيشن. روح يا دكتور. اول حاجة ماسس دي بلبيشن يشمل الماسس والاورجنز. الاورجنز اللي هي الليفر والسبلين و التنس اسايتس دي لوحدها حطتها في عنوان اذرز زي رينال مس سيجمويد كولون اورطة سوبر بتاع جول بلادر يورينري بلادر ليمف نود وبعدين التنس اسايتس. لا يعني كونك عارف السكيما دي حاجه مهمه جدا يعني اساسا. طيب البركشن عندنا رولز وستيبس وريزونز. رولز وستيبس وريزونز. الستيبس الليفر السبلين والاسايتس. الليفر ابر بوردر ولور بوردر. اوسكالتيشن انت بطنك فيها ايه؟ يا مصارين يا شرايين يا اورده يا بريتون يا اورجان. المصارين يبقى انتستاينال ساوند، الشرايين يبقى ارتيريال بروين، اورده يبقى فينوس ايه؟ هم. بريتون بريتونيال رب حاجه اسمها البادل ساين. الاورجنز سكراتش تيست وسكشن سبلاش. لا انا بقول لك ان مجرد حفظك العناوين ده نص الموضوع، نص الموضوع بمعنى الحرف للكلمه، نص الموضوع انك تحفظ السكيما. هتلاقي الباقي سهل جدا. ابدا من غير الكارديو، ابدا من غير النيورو، سكشن سبلاش. طيب نبتدي اول حاجه انسبكشن للسايز والكونتور. سايز اند كونتور يا اما نورمال يا اما ابنورمال. والابنورمال يا بلج يا ريتراكشن، والبلج يا جنراليزد يا لوكاليزد، والريتراكشن يا جنراليزد يا لوكاليزد. خليك معايا. هو النورمال ابدومن شكلها عامل ازاي؟ خلي بالك. لا المعلومه دي غلط. هنحضر اسطوانه من الزجاج. برضه المعلومه دي غلط. نحضر اسطوانه من الزجاج. كويس؟ وبعدين نقسمها نصين بالطول.
نصين بالطول. هنسيب هنشيل النص التحتاني، يعني هي شكلها نص اسطوانه، نص اسطوانه. هنجيب صنفرة ونصنفرها من الجنب ده، ناكلها يعني، خليها كونكيف كده من الجنب التاني برضه كده، ومن فوق ناكلها برضه من هنا، خليها كونكيف من هنا خلاص. وبعدين نجيب شنيور ونعمل لها امبليكس كده. لما تيجي توصف هذا المنظر هتلاقي ان شكل الابدومن فروم سايد تو سايد از كونفكس، فروم سايد تو سايد از كونفكس، الفلانكس باي كونكيف، ولونجيتيودينالي سلايتلي كونكيف. كويس؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني البطن الطبيعيه تبقى عامله كده، وسط كمان كده، ده الطبيعي اللي ربنا خلقها خلاص. فانت النهارده تروح لقيت بطنك شكلها كده، يبقى انت كده لسه وزن نورمال. لقيت نفسك كده 11، يبقى انت كده يا برنس بدات ايه تقلوز. حلو، ده الطبيعي، الطبيعي انك تكون باي كونكيف. لقيتها كده باي كونفكس، يبقى انت كده بدات ايه تكلبز. تكلبز. لقيت نفسك بقى كده يبقى انت كده بدات ايه تلزلز. ودي الثلاث مستويات بتاعه الاوبيستي، يا ستريت يا كونفكس يا ليرا. انما الطبيعي باي كونكيف، ولونجيتيودينالي ايضا كونكيف. امال ايه سكافويد ابدومين دي؟ لا، سكافويد ابدومين تبقى كونكيف بالطول وكونكيف كمان بالعرض. يعني هنا هي بالعرض كونفكس، لما تبقى كونكيف بالطول وكونكيف بالعرض مع الساب كوستال انجل اللي عامله زي البوز، اصبحت عامله زي القارب. فقارب يعني سكافويد، او شبه القارب يعني سكافويد. فمفيش حاجه اسمها ان الابدومين نورمالي سلايت سكافويد، سلايت كونكيف. عشان نقول على سكافويد لازم تكون كونكيف بالطول وكونكيف بالعرض، وفي نفس الوقت مع الساب كوستال انجل، فتبقى شبه القارب، فيسموها سكافويد ابدومين. ده بيحصل في الكاشيكسيا والانماشيشن والستارفيشن، يعني تلاقيه في المجاعات. إذن السكافويد تبع الأبنورمال، عمال أقول لك تبع الأبنورمال. نورمال إيه؟ ما النورمال وصفناها فوق. أنا يعني أنا قلت لهم السكافويد دي أبنورمال. طب إحنا مش حسمنا المشكلة؟ مشكلة معايا. سلايتلي كونكيف، لا تقولي اللي انا بقوله. سلايتلي كونكيف. سكافويد ده اهو ده ابنورمال، لما يكون واحد عنده كاشيكسيا او انماشيشن هزال او ستارفيشن. كونكيف بالطول، كونكيف بالعرض لدرجة تحط فيها المية كده ما تقعش. ايوه تمام. حاجة على الابنورمال. حاجة على الابنورمال. إذا كان ده النورمال، إيه الابنورمال بقى؟ إن يكون عندك بطنك فيها بلش أو فيها ريتراكشن. البلش يا جنرالايز يسموه ابدومينال انلارجمنت او ديستنشن، او لوكالايز هي كلكوعه. ابدومينال انلارجمنت ليها اسباب كتيره قوي تبتدي بحرف الاف، مش هقولها كلها دلوقتي، هقولها في الكورس الكبير، هي مكتوبه في السين وجيم. لكن انا دلوقتي بشرح لك اللي هتشوفه في اللجنه اللي هيجي لك. حاجه من الاثنين، يا اما اوبيزيتي يا اما اسايتس. اوبيستي نعرفها ازاي؟ اوبيستي تعرفها ان عندك سانكن امبلايت، يعني بتبص كده على الملكس تلاقيها غويطه جوه. الحاجه الثانيه تلاقي ثيك سكين فولد، يعني لما تيجي تمسك السكين فولد، السكين فولد الطبيعي مثلا في الابدومن المفروض اقل من سم، دي اوبيستي. تمسك الفولد كده وتقسمه نصين طبعا، لان ده فولد مستوى وليها مقاييس. المهم هو بتعمل حاجه اسمها الفولد ميتر، انما في الكلينيكال بايدك على طول تمسك كده فولدس. وفي ناس غلط يعني الفولدس موجوده جاهزه، يعني مش من غير ما تمسك اي حاجه. فدي الاوبيستي. انما الاسايتس تعرفها ازاي؟ فولنس في الفلانكس اكتر من السنتر، والامبليكس شيفت داون وبلجنج. ليه يا جماعه؟ لان المفروض ان ده لو ده كات سيكشن هنا في الابدوم، في حوالين الفرتبري حاجه اسمها البارا فرتبرال جاترز، وانت نايم على ظهرك وعندك اسايتس الميه بتتجمع في الجاترز، فتضغط على الفلانكس
لكن مش هتعرف تضغط على ايه؟ على السيرفر. وبالتالي تلاقي كل الفلانكس على حساب السيرفر. الا اذا كانت تنسى اسايتس هتبقى بالونه. لو تنسى اسايتس تبقى بالونه. لما مودريت اسايتس تلاقي فولنس في الفلانكس والسنتر فلانكس. سموها فروج ابدومن لايف. الفروج ابدومن باي كونفكس كده ومبططه. سموها فريج ابدومن. حاجه ثانيه تلاقي الامبليكال بالجنج نتيجه البرا امبليكال هيرنيا اللي بتحصل. في نفس الوقت تلاقي شيفت داون. داون يعني فين؟ يعني المفروض الامبليكس نورمالي ميد واي بتوين ذا زيب اكسترنال جنكشن اند ذا سيمسس فيوكس. خلاص ما بين الزيب اكسترنال جنكشن والسيمسس فيوكس. هي تلاقي شيفت داون عشان الميه متجمعه تحت. هكذا تعرف الاسايتس. لكن هل دي سبيسيفيك للاسايتس؟ لا طبعا. نون سبيسيفيك. اي واحده بتحمل كتير وبطنها لاكس ورفيعه ممكن يكون عندها المنظر ده. فلازم تبقى كونفيرمد بطرق اخرى لتشخيص الاسايتس بالبركشن زي شيفتنج دالس. هناخدها ان شاء الله بعد قليل. تعال بقى على اللوكالايزد سويلنج. اللوكالايزد سويلنج يا اما بره الابدومينال ماسلز يا جوه الكافيتي. وبالتالي يا اما انترا ابدومينال في الابدومينال وول. ممكن نسميها مجازا اكسترا ابدومينال. نفرق بينهم ازاي؟ لو لقيت كالكوعه كده تقول له هم براسك. ما تهم براسك ان سبورتد ما تسنتش. بلاش علاقه تحت ولا فوق. قول لك لقيت كالكوعه كده على بطن العيان. انا عايز اعرف دي انترا ابدومينال جوه الكافيتي ولا اكسترا ابدومينال بره الماسلز. خلاص تقول عين هم. هم براسك ان سبورت يعني يديك هنا يديك هنا ما يسندش فيضطر يجمد عضلات بطنك. لو الماس دي انترا ابدومينال هتصغر هتخش جوه. لو ابدومينال واكسترا ابدومينال هتزيد مش كده؟ لا هتكبر. طيب طلعت انترا ابدومينال يبقى على حسب مكانها. اهم مكانين يهموني في الانترا ابدومينال رايت هايبوكوندريان لو هي هيباتيك ماس وليفت هايبوكوندريان لو هي سبلينيك ماس. في حاجات تانية طبعا ده كل المربع له كوزس بس احنا بنقول اللي علينا اللي هتشوفه في الامتحان. عيان عنده كالكوعه على بطنه هم براسه اختفت يبقى دي انترا ابدومينال. الرايت هايبوكوندريال يبقى دي هيباتيك ماس. على الليفت هايبوكوندريال يبقى دي سبلينيك ماس. طيب لو طلعت بقى زادت دي اكسترا ابدومينال. والاكسترا ابدومينال ثلاث احتمالات يا لايكوما يا فاريكوستس لامب كده في فاريكوز فين يا هرني. نفرق ازاي؟ نقول له كح. لو ادتني اكسبانسايل امبلسون كف ما تبقاش لايبوما. اللايبوما ما تديش اكسبانسايل امبلسون كف وليها سليبري اتش تتزفلط منها. اما الهرنيا والفاريكوستس يتنفخوا مع الكحه دول اكسبانسايل امبلسون كف. بس الفرق بينهم ان الفاريكوستس وبيبقى سببها طبعا بورتال هايبرتنشن عليها ثريل. لما نقول له كح تحس عليها ثريل. اما الهرنيا ريديوسابل ليها ديفكت وريديوسابل واحسن واحد يعرف يدخلها هو البيشنت نفسه هو اللي بيبقى متعود عليها. تحاول تدخلها له كل ساعات انت دكتور ما تعرفش لا المفروض كده بالراحه هو عارفها قول له هي بس ريديوسر. ده الفروقات. ده لو اكسترا ابدومينال. لما باجي اوصف ازاي اللوكالايزد سويلنج ما تجيش تقول دي هيرني كده على طول. تقول ذير از ان اكسترا ابدومينال مثلا اي بي جاستريك لوكالايزد سويلنج. لما تجيب اكسبانسايد امبلس اون كاف اند ات از ريديوسر يبقى دي اي بي جاستريك. خلاص ليز لوكالايزد انترا ابدومينال رايت هايبوكوندريال سويلنج موست بروبلي هيباتيك ماس. هيباتيك ماس او هيباتوميجالي يعني تقول الوصف بتاعها وبعدين تقوم قايل. هاجي بعد كده على الريتراكشن. في جنراليزد ريتراكشن في لوكالايزد ريتراكشن. الجنراليزد ريتراكشن اللي هو السكافويد ابدومين اكزاجريشن في اللونجيتيودينال كونكافيتي والترانسفيرس كونكافيتي مع الوايد مع السبكوستال انجل يدي شكل الفاكيوم. اللي يعمل كده الستارفيشن والدي هايدريشن والكاشيكسيا مع المالجنسي والايماشيشن الهزال. الهزال ده ممكن يحصل ناتج سايتوكسيكوزس
ثلاثة تيوبركلوزس، لوكسيميا، تايب 1 دايابيتس. اما اللوكالايزد ريتراكشن فده غالبا فايبروزس او اديشنز في بطن العيان، ابسس او حاجه عامل فايبروز او اديشن. ادي السايز اند كنترول هنعلق عليه ازاي لما يجي العيان، اوريك نعلق عليه ازاي على حسب ما نشوف. هاجي على السبكوستال انجل. السبكوستال انجل دي تقوم حاطط الصم كده والصم التاني كده، وبعينيك تبص على الزاويه اللي ما بين صوابعك. عشان واحد يقول لي يا دكتور كده بالبيشن، لا لو بالبيشن يبقى قول لي الزاويه كام من طبقهم. هو ده البالبيشن. البالبيشن تقدر تطلع الصاين وطبقهم. انت بتحدد مكان الكوستال مارجن بالثامبس كده وتبص بعينيك. فهي الطبيعي بتاع السبكوستال انجل النورمال بتاعها من 70 ل 110 يعني حوالي 90 درجه. زاويه قايمه يعني. ايه اللي يعمل وايد سبكوستال انجل؟ واحد امبيزيما. لسه جايين الامبيزيما الاسبوع اللي فات من ضمن اسباب الوايد سبكوستال انجل. اثنين كرونيك انكريز، كرونيك كلمه كرونيك مهمه، كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر ديو تو ابر ابدومينال ماس. كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر ديو ابر ابدومينال ماس، زي هيباتوميجني ينزل في الامتحان، زي سبرينوميجني ينزل في الامتحان، زي تنس اسايتس ينزل في الامتحان. فغالبا في الامتحان العيان بيبقى عنده وايد سبكوستال انجل، لان كل الاسباب بتاعته علينا هي اللي بتنزل اساسا. يبقى يا اما امفيزيما لو كانت حاله تشيست، يا اما هيباتوميجالي او سبرينوميجالي او تنس اسايتس لو حاله ايه؟ ابدومين. النارو سبكوستال انجل دي تحصل في المارفان سندروم وتحصل في بعض الناس الطبيعيين الرفيعين قوي. حاجه على الكتار. حضرتك ادي مقطع في بطن العيان. وادي ريكتوس ابدومينس. وادي ريكتوس ابدومينس. في بينهم هنا التندون اسمه اللينيا ألبا. خط ابيض في النص كده ما بين التور اكتار. لو حصل لك كرونيك، كلمه كرونيك مهمه جدا، انكريز في الانترا ابدومينال بريشر زي مثلا تنس اسايتس، هيباتوميجالي، سبلينوميجالي، اوفيريان تيومر، ريبيتد او مالتيبل بريجننسي، يبتدي يحصل ستريتشنج لهذه اللينيا ألبا. هي مش بالونه عشان يحصل لها ستريتش، هو بيحصل انها بتتفتح، بيحصل لها تير، والتير ده يهيل فايبرس تيشو. طب ما هو التندون عباره عن فايبرس تيشو، وتهيل وتتفتح تاني وتهيل. فبعد فتره تبص تلاقي ان هي بدل ما كانت خط رفيع كده زي الصباع الصغير، لا بقت عامله زي الورقه، والتور ركتاي بعدوا عن بعض، عشان كده بيسموا الحكايه دي دايفركيشن ركتاي، تباعد بين الركتاي. وبعدين دي بقت شيت بدل ما كانت حبل. طب هعرف ازاي ان في تباعد بقى بين الركتاي؟ طبعا عمليه تاخد وقت عشان كده بتقول كرونيك. تقول له هم براسك، هتلاقي الانكريس في الانترا ابدومينال بريشر زاد اكتر، وعمل لي فيوزي فورم سويلنج، فيوزي فورم سويلنج في الميد لاين. طب افرض مايل، لو مايل مش هيعمل فيوزي فورم سويلنج لكن تحس جروف بتوين التور بتاعك، ها وتستاذن الدكتور بقى تقول يا دكتور انا مش شايف بس ممكن احط ايدي لان انت قلت لي انسبكت. طب احط اعمل ايه؟ بلبيش. الا اذا قال لك اكزامن يبقى تعمل اي حاجه. يجي الدكتور يسألك دايفركشن بتاعي معناها ايه يا ابني؟ تقول له كرونيك. طب نعم قول له كرونيك، سمعتها؟ تقول له قول له كرونيك انكريس في الانتر ابدومينال بريشر. لان انت لو قلت له انكريس في الانتر ابدومينال بريشر على طول، على طول السؤال المشهور يقول لك طيب كويس يا ابني انكريس في الانتر ابدومينال بريشر، يعني المالجنت اسايتس يعملها؟ تقول له لا، لان المالجنت اسايتس رابيدلي اكيوميليتنج. ميه تسحبها بالليل تجمع الصبح، تسحبها بالليل تجمع الصبح، زي المالجنسي في الابدومين. وطبعا ده عمره ما يبقى كرونيك، عشان كده كلمة كرونيك مهمة. هل المالجنانت اسايتس يعملها؟ لا طب ما يلحقش، ده بروتين سينسس، ده انت متخيل ده فايبروزس. فالريكتال دايفركيتد لو عندك كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر. هاجي على الامبيلت. هنعلق على السايت والشيب والدايليتد فينز والنوديولز والبيجمنتيشن والديسشارج. ست حاجات. السايت
يا اما نورمال قلنا ميد واي بين ذا زيف ستيرنال جانكشن اند ذا سيمس بيوبس ممكن تنزل تحت سنتي، يا اما شيفت داون يا اما شيفت اب. ايه اللي يخلي امبليكال شيفت داون؟ حاجه بتزقها من فوق، حاجه شدها من تحت. ايه اللي بيزقها من فوق؟ ابر ابدومينال ماس هيباتوميجيت علينا، سبينوميجيت علينا. ايه اللي بيشدها من تحت؟ اسايتس علينا. فاغلب عياديننا هيبقى الامبليكس عندهم شيفت داون. ايه اللي يخليها شيفت ابورز؟ بيلفي ابدومينال ماس، بريجنسي، فول بلادر، اي تيومر، اي اوفيريان تيومر او حاجه. طيب ده السايت. الشيب احنا قلنا سلايتلي انفيرتد، لو سانكن تبقى اوبستي، لو بلجنج تبقى سايتس، بره امبليكال وبره امبليكال هيرني. وطبعا تديني اكسبانسايد امبلس اون كفر. دايليتد فينز، لو لقيت دايليتد فينز radiating away from the umbilicus كده دي اسمها كابوت ميدوزا. ولما تيجي تعمل لها ميلكينج تملى من جوه لبره، يعني تملى كده كده كده. لما نعمل لها ميلكينج تيست اقول لكم ليه. ودي يا جماعه a sign of portal hypertension. umbilicus دي طالع من حاجه اسمها الامبليكال ليجامنت. هذا الامبليكال ليجامنت ده كان اصله اسمه امبليكال فين، كان اصلا امبليكال فين. راح فين هذا الفين؟ راح للبورتال فين ومنه على الليفر. طب جاي منين؟ جاي من الامبليكال كورد. الامبليكال كورد جاي منين؟ من البلاسينتا. البلاسينتا دي كانت فين؟ في اليوترس. اليوترس ده كان رايح له بلاد سبلاي منين؟ من اليوتراين ارتري. اليوتراين ارتري ده فيه ايه؟ فيه اكسجين، فيه مواد غذائيه. بتوع مين؟ بتوع المام. والهواء اللي هي بتتنفسه والاكل اللي هي بتاكله. خلاص؟ ماشي بدمها يروح لليوتراين ارتري، يروح البلاسينتا، يروح الامبليكال فين للامبليكال كورد، الامبليكال كورد يروح للامبليكال فين منه على البورتال فين بقى يخش جسمه. لما انت بتتولد بيقطعوا الحبل السري، يعملوا لك سره. خلاص بس امريكال فين دلوقتي له لازمه؟ لو عزه يوم يقفل يتحول الى امريكال ايه؟ ليجن. لما بيحصل بورتال هايبرتنشن بيحصل له ريكاناليزيشن مره ثانيه. لما يحصل بورتال هايبرتنشن بيفتح مره ثانيه. وبعدين؟ وبعدين يقوم البريشر دي يفتح كولاترال وباي باس الاوبستراكشن اللي عامل البورتال هايبرتنشن اللي هو غالبا الليفر فايبروزز او الليفر سيروز. تبتدي الفينز تطلع من هنا وباي باس الاوبستراكشن، فطبيعي ان مصدر الدم يبقى من جوه. فطبيعي انها لما تملى تملى من جوه لبره ولا لا؟ فيبقى عامل زي بيسموها كابوت ميدوزا، كابوت يعني راس. ميدوزا ده كان في زمان اليونانيين كانوا بيعبدوا الهه كده متعدده، وكان عندهم الهه الجمال اسمها اثينا. اثينا دي الهه الجمال والدلال. تطلع كل يوم الصبح تبص المرايه تقول يا مرايتي يا مرايتي مين احلى مني؟ لحد ما اقول لها في بنت احلى منك اسمها ميدوزا، توعتها سودا. قامت سخطها هي واخواتها ثلاث بنات في الامارات، طلعت من راسهم تعابين، بتشوفها في الافلام دي بتاع الافلام. ايوه بتلاقي تعابين ماشي طالعه من راسها. خلاص وكانت الاسطوره بتقول ان ميدوزا دي لو بصت لحد تحوله لحجر. خلاصه يعني فسموا البتاع ده على شبه راس ميدوزا. راس ميدوزا، كابوت ميدوزا. عشان طلع تحت منك، هم الافلام. خليك معايا. ليك معايا. النوديولز، في نوديول مشهورة قوي زي الأرنبيطة البنفسجي كده. خلي بالك. أرنبيطة يا ابني خلاص. اسمها سيستر جوزيف نوديول. سيستر جوزيف نوديول. إيه الحدوتة؟ دكتور اسمه جوزيف كان عنده ممرضه اسمها ميري. فهي طبعا قاعده بره بتكشف على العينين الاول قبل ما ندخلهم، تكتبوا تقرير كده مختصر. ففي يوم من الايام راحت له قالت له دكتور جوزيف، دكتور جوزيف ده بتاع ميري. قال لها ده يا اخويا كنت لاحظت حاجه كده ان العيانين بيلاقي عندهم ارنبيطه بنفسجي كده جنب الامبليكس دايما يطلعوا متشخصين سرطان. يا كانسر بريست، كانسر لانج، كانسر ثايرويد، كانسر كولون، كانسر استومك.
قال لها معقول ما لاحظتش انا الموضوع ده؟ قلت له اه. قال لها طب تعالى ندرس الحكايه دي. عملوا فعلا، قعدوا كام سنه كده، ربطوا فعلا ما بين الكلكوعه القرنبيطه البنفسجي دي ما بين الكانسر، واتضح ان ده ريتروجريد ليمفاتيك برميشن، بيوصل هنا ويطلع يعمل لي بس. فسموها سيستر ميري جوزيف نوديو، بس ما عندها سيستر جوزيف على طول، سيستر ميري جوزيف نوديو. تحصل كمان مع الاندو الكلاكيع هنا، ممكن تحصل مع الاندوميتريوز دي النوديو. طيب بيجمنتيشن، اشهر حاجه الاديسون، الاديسون ممكن يعمل بيجمنتيشن. في اسباب ثانيه للبيجمنتيشن ناخدها مع الكورس الكبير ان شاء الله. الدشارج مش مهم، ممكن ينزل اليورين، ممكن ينزل بس، ممكن ينزل ستولز، ممكن ينزل بلاد، اي حاجه تبقى. ودي اغلبها حاجات كونجنتال مبنيين على الامبليكس. والامبليكس مثلا شفت داون بالجينج، نو دايريتد بينز، نو نوديوز، نو بيجمنتيشن، نو دشارج كده. تعالى تقول الاردن سهله جدا. السوبرا بيوبيك هير ده ميل، هذا الاخ ميل، وادي الامبليكس بتاعته، والاخت دي في ميل كويس، والامبليكس ساكن. الميل الهيرد الفيميل هيرد ستروشن بتاعها مثلث كده، مثلث مقلوب يعني، مثلث ومن فوق مقفول ستريت. تحت الامبليكس هنا مفيش شعر غير خفيف يعني. الميل دايموند شيب، مثلث تحت ومثلث فوق، يعني مقفول فوق بمثلث ومن تحت بمثلث. ايه اللي يخلي ميل عنده فيمينين هير ديستريبيوشن الا اذا كان عنده استروجين كتير؟ صح؟ تستستيرون قليل او تستستيرون قليل. ايه اللي زود؟ طب ما كل الرجاله عندها استروجين كتير، صح؟ بس بيتكسر في الليفر. لو انا عندي كرونيك ليفر ديزيز، الاستروجين هيعلى، يعمل حاجات كتيره، جاينيكوماستيا وحاجات كتير، من ضمنها فيمينين هيرت ديستريبيوشن. تلاقي ميل ما عندوش شعر، بس شرط يا جماعه تقول ايه؟ كرونيك ليفر ديزيز. كرونيك ليفر ديزيز يعني ليفر سيروز. ما يجيش هيجي له واحد اكيوت هيباتيتس هيجي له فيمينين هيرت ديستريبيوشن، لا طبعا. ليه؟ لان لما الاستروجين يعلى هيبطل يطلع شعر جديد، مش كده؟ طب الشعر الموجود مش هياخد وقت على ما يقع؟ فلازم كرونيك ليفر ديزيز. كرونيك ليفر ديزيز هتقول ليفر سيروزس. هاجي على السكين، اول حاجه نعلق عليها السكار. اهم سكار عندي الليفت سبكوستال والليفت باراميديان والابر ميد لاين. ليه دول السكارز بتوع السبلينيكتو؟ اكتر عمليه هتشوفوها السبلينيكتو. فتعلق على اسم السكار، تقول ده ليفت سبكوستال او ليفت باراميديان او ابر ميد لاين، على حسب حجم السبلين بيفتحه هنا او هنا او علق على طوله، يطلع 20 25 سم مثلا، برضه على حسب حجم السبلين. وتعلق على التايب اوف هيلينج اللي هو غالبا هيبقى هيلد باي سكندري انتنشن. برايمري انتنشن ده السكار التجميلي، والسكار التجميلي ده اولا بيبقى بالعرض عشان يبقى ماشي مع السكين كريز، ولا واحد في دول بالعرض، فهيبقى هيلد باي سكندري انتنشن. وتقول الكومبليكيشنز لو فيه، او تقول نو كومبليكيشن. وانت لما تقول نوت كومبليكيتد سكار انت كده جرجرت الممتحن لسؤال، طب ايه يا ابني كومبليكيشن؟ ثمان حاجات، اثنين اخوات اثنين اخوات اثنين اخوات اثنين اخوات، ثمان حاجات، اثنين اخوات اثنين متعلقين بالشكل، كيلويد اوفر جروث وهايبر بيجمنتيشن في الاديسون بيجمنتد سكار، واثنين متعلقين بالهيلينج، يا اما ديليد هيلينج مش راضي يلحق، يا اما كله هيلد معايا ما عدا حته صغيره يسموها ساينس. كل السكار يهيل ما عدا خرم صغير كده يسموه ساينس، لو كله مش هيل سموه دي ليد هيل. واثنين متعلقين بالديسشارج، هيخش يخر دم هيخر بص يبقى بليدنج وانفكشن. وحاجتين متعلقين بتسرب شيء ما تحت الجلد، تسرب هواء يبقى سيرجيكال انفيزيما او سبكتينس انفيزيما، تسرب سكين يبقى انسيشنال هيرنيا. ثمان حاجات، بص زي ما انتم شايفين حاجات كلها رص، ثمان حاجات يمثلوا الكومبليكيشن. بتقول ايه بقى؟ There is left subcostal scar about 20 cm in length. It's healed by secondary intention and it is not complicated. هكذا يعلق على السكار. فايه ده يا ابني؟ بتاع السبرنكتو بقى اكتر. حاجة تانية غير السترايا. وكلمة سترايا يعني خطوط.
استراييز يعني مخطط. والاستراية تلات ألوان، استراية نيجرا، استراية روبرا، استراية ألبا. استراية نيجرا دي في الحوامل، خط اسود كده زي الوحمه، خط اسود كده تحت الامبليكس وبيختفي بعد الولاده. استراية روبرا او يسموها استراية فايوليشيا لان في الواقع لونها نبيتي مش احمر، يعني لون ارحم لونها نبيتي. دي بتحصل مع الكوشنج سيندروم. ليه؟ لان يا جماعه الكورتيزول في فيسيولوجيكال ليفل انابوليك للبروتين، لكن في هاي ليفل كاتابوليك للبروتين. الالاستين اللي في جلدك ده بروتين، الاست بروتين. فهذا الكورتيزول لما بيعلى في الكوشنج سيندروم بيكسر حتت من الجلد، بيكسر الاستين اللي فيها ويسيب حتت باتش كده، حته يكسر حته ما يكسرش، فيبتدي الحتت اللي فيها الاستين تشد على الحتت اللي ما فيهاش. الحتت اللي ما فيهاش يحصل لها للسكين بتاعها ثيننج، ثيننج ستريتشنج وثيننج، ويبتدي يبان لون الكابيلاريز. فالمفروض يبان لونها بينك، لكن هي بيبان لونها ريد. ليه؟ لان الكورتيزول بيعمل بوليسايسين بيستيموليت البون نيرف، فبدل ما بتبقى البينك تبقى ريد، يسموها روبرا. طب ليه ساعات بتبقى فايلوت؟ لان عيان البوليسايسينيا بيجي له سيانوزس، لان كل الهيموجلوبين اللي بيزيد ده لا يقابل زياده بالاكسجينيشن من اللنج، فكله ريديوس هيموجلوبين، ولذلك يسموها روبرا او فايوليشن. دي بقى لما تيجي تهيل، هل هتهيل بالاستيك تيشو ولا فايبرس تيشو؟ فايبرس تيشو. فتتحول من روبرا لالبا، لان الفايبرس تيشو لامع لونه بيلمع فبيعكس لون الضوء، فيبان افتح من لون الجلد، يسموها استرايا البا. يبقى اول سبب الاسترايا البا هي الاسترايا روبرا. بقيه الاسباب ستريتشنج اوف ذا سكين، ستريتشنج اوف ذا سكين، يمزع الالاستين بماركت اوبيستي، بتنس اسايتس، بمالتيبل بريجننسي، الحاجات دي كلها تعمل استرايا البا. خطوط بنفس لون الجلد بس افتح وشايني تلمع، والابيديرمس عليها رينكل شويه وهي طولها من سنتي ل 6 سنتي، بس لما تيجي كذا واحده جنب بعض يبان لها اطول، خطوط طويله لان هي ما بتبقاش كده في الترانك اكتر حاجه. فده الاسترايا. تعالى على الكلام ده كله. بعد كده عندنا حاجه اسمها سكراتشنج ماركس. بصوا كده لما اجي اهرش هنا، لما اجي اهرش هنا شوف الخط الابيض ده بعد شويه احمر، اسمه اللي انا عملته ده اسمه تريبل ريسبونس. يبقى ابيض الاول اللي بيحصل غصب كونستريكشن، وبعدين هايبريميا يبقى احمر. فعلامات الهرش دي علامات طبيعيه، اما يهرش فيسالك الدكتور على طول، بتقول يا ابني في سكراتش ماركس، ايه الميديكال كوزز اوف بروريتس؟ تقوم قايل له بقى الكلام ده، يا ملح يا سكر يا يوريميا يا بالهرسي، يا ملح يا سكر يا يوريميا يا بالهرسي، يا ملح يا سكر. ملح اوبستراكت جامب عشان بيعمل ريتنشن للبايل سولت الدم، تطلع مع العرق ايريتنت قوي. سكر الدايابيتس، يطلع السكر برضه مع السويت برضه ايريتنت. يوريميا لان اليوريت كريستالز يوريك اسيد برضه اتش، والبلهرسيا لان السكريا از انتيجينيك، السكريا انتيجينيك، بالاضافه الى الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز زي دراج هايبر سنسيتيفيتي. ادي الخمس حاجات الميديكال كوزز اوف بروريتس، يا ملح يا سكر يا يوريميا يا بالهرسيا. السكر ايه طيب؟ السكر ده بيطلع في العرق. حاجه دراج الرجي زي دراج الرجي. السكريا انتجينيك، كل الكلام ده في السين وجيم عندك. فيزيبل فينز زي دي تبان في مين؟ لو عيان ابيض جدا نص على البياض، تفحص واحد اوروبي مثلا. لا سويدي مثلا. سويدي. او تنسى اسايتس، فاكرين لما خدت في الشرعي الواحد لما بيموت بيحصل له فرمنتيشن، فبيحصل جاز تنفخ بطنه. فلما بطنه بتتنفخ بيبان العروق بيسموها اربرايزيشن. طيب لو هو بطنه اتنفخ بتنسى اسايتس وهو صاحي، هتبان الاربرايزيشن دي برضه، بس مش هنسموها اربرايزيشن، هنسميها فيزيبل فينز. فتنسى اسايتس يبقى معاها فيزيبل فينز، كومبريشن اوف فينز يبين. اما الدايليتد فينز لو لقيتها في السنتر بتاع الابدومن
ولما تيجي تعمل لها ميلك تلاقيها رادييتنج اوي فروم ذا امبيليكس. اصل خلي بالك الكبوت ميدوزا مش لازم تيجي كامله، يجيلك فرع واحد بس. فلو الفرع ده فوق الامبيليكس هيبقى من تحت لفوق، لو تحت الامبيليكس هيبقى من فوق لتحت. سببه ايه؟ بورتال هايبرتنشن. والبورتال هايبرتنشن بيعمل باك بريشر على السبليت، بيعمل معاها كونجست سبليت ميديم. فانا عارف ثلاث حاجات، انها سنترال جنب الامبيليكس، انها بتملى اوي فروم ذا امبيليكس، ثلاثة ان معاها كونجست سبليت ميديم. اما الانفيرو فينيكيبل اوبستراكشن انت بتبايبط الدم جاي من تحت لفوق، فسواء تحت الامبيليكس او فوق الامبيليكس تعمل ميلكينج هيملى من تحت لفوق، وتلاقي في الفلانكس مش في السنتر، ومعاها بايلاترال ديما لوور لينكس اب تو ذا باتوكس. ليه؟ لان دي انفيرو فينيكيبل مش دي بي تي، انفيرو فينيكيبل اوبستراكشن. خلي بالك البورتال هايبرتنشن سنتر، انفيرو فينيكيبل بريفر، البورتال هايبرتنشن تملى اوي فروم ذا امبيليكس، بينما هنا بتملى من تحت لفوق الانفيرو فينيكيبل. دي معاها كونجستيف سبليوميجالي، دي معاها بايلاترال ديما لوور لينكس اب تو باتوكس. السؤال الشهير، تحب تفرق بينهم بالميلكينج تيست فوق مستوى الامبيليكس ولا تحت؟ تحت، لان فوق هما الاثنين بيملوا من تحت لفوق، لكن تحت الامبيليكس البورتال هايبرتنشن بيملى من فوق لتحت، والانفيرو فينيكيبل بتملى من تحت لفوق عكس بعض. دي الدايليتد فينز. اذرز بقى، ابيجاستريك بالسيشن سي كارديولوجي، ريسبيراتوري موفمنت سي شيست، هيرنيال اوربسيس اهم اماكن ابيجاستريك امبيليكال وبرا امبيليكال، لو في سكار يبقى انسيشنال، وبعدين في انجوينال وسكروتال وفيمورال. تقول للعيان كح، طيب اديني اكسبانسايد امبلس اونكر، اديني اكسبانسايد امبلس اونكر. بس لو انجوينال او سكروتال او فيمورال لازم العيان يكون واقف والا مش هتنزل. انما امبيليكال برا امبيليكال ايبيجاستريك انسيشنال وهو نايم عادي، تقول له كح اديني اكسبانسايد امبلس اونكر. دايفركشن اوف ريكلاي احيانا يعتبروها نوع من انواع الهرنيا. الفيزيبل بريستالسيس لما يكون عندك انستايلال اوبستراكشن يبتدي البريستالسيس يزيد تو اوفركم الاوبستراكشن، تو اوفركم الاوبستراكشن صح؟ فمن كتر شدته ساعات يبان لو عيان رفيع قوي بطنه لاكس، يبان يبان كده. المنظر ده كده على حسب اتجاه البريستالسيس تقدر تعرف الاوبستراكشن ده فين. شوف تاني بيسم البريستالسيس شوفها من على السكين يعني. لو بايلوريك اوبستراكشن تلاقيها ماشيه من الشمال اليمين بايلورا سنتر استومك كده، لو لارج انتستاينال اوبستراكشن من اليمين للشمال، ما اللارج انتستاين ماشيه كده صح؟ لو سمول انتستاينال اوبستراكشن تمشي من الشمال لليمين ومن فوق لتحت وتتلوم ترايز يعني كده، بيعمل تمشي كده لحد ما توصل هنا للإيليوم صح؟ ده يبقى اتجاه ال، بس خلي بالك ده عمرها ما تجيلك في الامتحان، لان الستايل اوبستراكشن دي اكيوت كيس. هتلاقي عنده ايه؟ فيزيبل بريستالسيس، بطنه فيها انتفاخ واخد شكل السجق كده لو سمول انتستين، واخد شكل الانفيرتد يو لو لارج انتستين. تلاقي عنده أكيوت أبدومينال بين، تلاقي بيشتكي من كونستيبيشن، بيشتكي من فوميتنج وسيفير بين، وتسمع صوت البروبريك ماي اللي هي صوت الانتستاينال ساوند من كتر البريستالسيس. طول ما انت قاعد ده مسموع، ده متشاف، دي السيمبتومز. طبعا دي حاله أكيوت وعمرها ما تجيلك في الامتحان. احنا عشان نشوف بريستالسيس الامتحان. لا لا طبعا. رينال انجل ما بين اللاست ريب، تحت اللاست ريب مباشره اسمها رينال انجل، تحت اللاست ريب من ورا بيتزاوى ما بين اللاست ريب واللاترال ايج اوف ايسيكرو سباينالس اللي هي العضله الريكتور سباينال، ولا حاجه ده نورمال. ليه؟ لانها لو فيها فولنس معناها رينال ماس، وجميع اسباب الرينال ماسس جراح، يعني هايدرونيفروز جراح، بوليسيستيك كيدني جراح، بيرينيفريك ابسس
جراح ويلمز تيومر او هايبر نيفروما، جراح كومبنساتري انلارجمنت ناتج انك شلت الثانيه، ما ده جراح. ولذلك اعرف احنا عندنا كلى وهم عندهم كلى، بطنه وجراح. في البطنه الكلى تظهر، في الجراحه الكلى تكبر على طول كده. يعني انت عايز تعرف المرض الكلوي ده الكلوي ده وديه للدكتور نيفرولوجي ولا دكتور يورو سيرجري؟ لا، نبص بالسونار او بالكلينيك. لقيت الكليه كبيره جراحه، لقيت الكليه صغيره بطن على طول كده. وبالتالي احنا كبطنه ما عندناش رينا الناس. هنا بقى في سؤال بيتسال اورال، مش هتبحثوا في الامتحان عمر ما سمعت عن طالب اتسالوا عملي او طلب منه اهميه فحص الميل جينيتاليا في عيان قبل. اهميه فحص الميل جينيتاليا في عيان قبل. انا اقول الساين وانت تقولوا علاقته بالقبل، ماشي؟ تستيكولار اكل ليفر سيروز ليفر فيلير عشان الاستروجين بيعلى. طيب اثنين سكروتال اديما، اي حاجه تعمل هايبر البومينيميا، ليفر فيلير او نيفروتيك سندروم او مال نيوتريشن. طيب هيدروسيل ميه بتونيكا فاجينالس اسايتس، فاسايتس احيانا تنجح في الجينات فتحه البلتونيه فالميه تتجمع تحت الاول بعدين تطلع على الابدن. الفاريكوس الهيدروسيل ميه في تيونيكا في جينات حوالين التستس، اما السكروتال ديما في السكين. فاريكوسيل علاقتها بالابدن، انترا ابدومنال تيومر ضاغط على التستيكولار فين، اديله هو ده العطسه بتاعتك؟ انا مبطر على فكره. خلي بالك. تيومر ضاغط على الليفت ستيكولار فين اللي بيدرين البامبيني فورم بليكس سوفين، ده علاقته بالابن. طيب ثيكند سبرماتيك كورد بالهارفيز، بيدت سبرماتيك كورد تي بي، تي بي بيريتونايتس، تيبركلس ساينس في الباك في سكروتا تي بي بيريتونايتس، ثم الانجوينال هيرن والسكروتال هيرن. كل دي ده سؤال اورال. يعني طبعا انت هتقراه في السين وجيم بس انا بحب اقوله علشان يعني ايه ما تبقاش اول مره بتقراه. ادي يا سيدي الانسبكشن. فانت لو تيجي تفحص هوريكم ازاي على الحاله، بس الاول لما نكمل ان شاء الله. بالبيشن سؤال بيتسال بيتقال ما هي النورمالي بالبابل ستراكشرز على الابدن؟ عايزين حق ولا ابن عمه؟ ابن عمه. ابن عمه ان نورمالي لو عيان بطنه لاكس قوي، العيان ده رفيع قوي، في حاجات ممكن تتحس احيانا كمان مش دايما في الابدن. ايه اللي هي؟ لور بوردر اوف ذا ليفر، لور بول اوف ذا رايت كدني، سيجمويد كولوم، ابدومنال اورطا، انجوينال لينف نودز، اند الانترسكس اوف ريكتس ابدومينس في حاله انه يكون مصبوغ، دي الوحيده اللي محتاجه واحد مصبوغ. ده ابن عم. انما الحق ان مفيش حاجه تحس في الابدومين اصلا. كل ده في السونار. انما السؤال كده ليه اجابته. يقول له دكتور ايه اللي ممكن تحس نورمالي في الابدومين؟ يقول له دكتور لو عيان بطنه لاكس قوي ورفيع قوي احيانا اشوف نحس الحاجات دي. ده السؤال ده اجابته. حلو الكلام؟ حاجة على البلبيشن ده، في سوبرفيشال بلبيشن وديب بلبيشن. سوبرفيشال بلبيشن البطن متقسمة لمناطق. ادي السبكوستال لاين، ادي الانتر ايليك لاين، ادي المين كلافيكولار لاين، ادي المين كلافيكولار لاين، متقسمة الابدومن رايت وليفت هايبوكونجيال، رايت وليفت لمبر، رايت وليفت ايليك، ايبي جاستريك، امبيليكال، هايبو جاستريك او سوبرا بيوتيك. خلاص؟ بعمل ايه؟ تقوم حاطط الفلات بتاع ايدك كله، الزقه كله. على ريجون من الريجونز هبتدي بالرايت ايليا واخد الكونتور، محدش يشد ايده كده، اخد كونتور الابدومن دايما واقوم ضاغط ضغطه عمقها بالكثير سنتي، والا بقينا دي بلبيشن. مسموح باكتر من سنتي لو عيان تخين،
وبعدين اقوم لافف زي حرف السي كده نص لف، ادور على سوبرفيش الماس، وبعدين اضغط ضغطه بالفينجر تيبس كده انا اشوف لو في جاردنج او ريجيليتي، البطن جامده ديفيوز دي تتسمى ريجيليتي، منطقه معينه تتسمى جارد. كويس، وده هدفه حمايه الانترنال تندر ستراكشر. وبعدين اضغط بايدي كلها وعيني على وش العيان عشان لو في سوبرفيشال تندرز، يبقى انا بعمل كده للسوبرفيشال ماس، بعمل كده للجاردنج والريجيديتي، بعمل كده وعيني على وش العيان للتندرنس، واقول له كح لو في ثريل نتيجه فاريكوزيس. خلصت اقوم ناقل على الريجن اللي بعده السوبرا بيوبل، نفس الحكايه ليفت ايليا ليفت لانجس امبيليكا رايت لانجس رايت هايبوكوندريال ريجاستريك ليفت هايبوكوندريال، وده يسموا البث السيكونس ده اس شيب. ساعات ابتدي بقى من الليفت ايليك وامشي اول اراوند وانتهي بالامريكا، سموه جي شيب او انتي كلوك وايز. كده ينفع وكده ينفع. مع الاعتذار للفنانه اسامه. حلو يا استاذ؟ ده اسمه ايه؟ سوبرفيشال بالبيشن. الديب بالبيشن بقى. في ديب بالبيشن للماسز، ديب بالبيشن للاورجنز، والتنس اسايتس. الماسز جراحه. انظر الجراحه. يعني لما يجي الكورس الكبير هنقولها، بس يعني الاورجنز عندي ليفر وسبلين واذر اورجنز، ومرينا الماس سيجمويد كولون اورطا جول بلادر يونر بلادر ليمف نود والتنسا سايت. نمسك حاجه حاجه. الليفر لوب رايت لوب ولو ليفت لو والسبلين، التلات حاجات دول نعمل لهم بالبيشن ازاي؟ اول طريقه يا جماعه اسمها سنجل هاندد ميثود، ودي ليها شكلين يا بالجنب يا بالبوز، وبعدين تو هاندد ميثود دي ليها طريقتين يا من تحت يا من فوق، وطريقه اسمها باي مانيوال، وطريقه اسمها انفورسد، وطريقه اسمها هوكينج، وطريقه اسمها ديبنج. خليك معايا، كل ده بيتسال. عايز اقول ان الرايت والليفت لوب اوف ذا ليفر الطريقه الرئيسيه بتاعتهم اللي هي السنجل هاندد، التو هاندد طريقه بديله، الباي مانيوال والانفورسد دول لو واحد عنده ريجيد او ثيك ابدومينال وول، ريجيد او ثيك ابدومينال وول. الهوكينج ده للشرانكن ليفر، هوريك ده كله دلوقتي. الديبنج لو عندك تنس اسايتس تحس الليفر وجود التنس اسايتس بالديبنج. السبلين الطريقه الاساسيه هي الباي مانيوال، السنجل هاند طريقه بديله، والتو هاند طريقه بديله، والانفورسد لو ريجيد او ثيك ابدومينال وول، الهوكينج لو السبلين كبر عن حجمه الاصلي اقل من ثلاث مرات، لان جاست باجب السبلين كبر عن حجمه الاصلي ثلاث مرات. الديبنج للتنس اسايتس لو واحد عنده عايز تحس السبلين بتاعه هو عنده تنس اسايد. طيب برضه مش انت قلت ولع على البتاع؟ طيب ايوه هونا الاوضه خلاص، ايوه هونا الاوضه يعني يعني واحد بس هو اللي حرانين. انتوا بردانين ولا حرانين ولا عادي؟ مش عادي خالص اهو. اي طريقه تحس بيها، اي طريقه تحس بيها تعلق على الاتي: السايز والبوردر والسيرفس
والكونسيستنسي والتندرنس والبلسيشنز. بس في السبلين تحط بدل البلسيشن النوتش السبلين، وتزود السبلين حاجه اسمها البيتنس، هنتكلم عليها دلوقتي. دي السبلين، هنقول الكلام ده حاجه. الرينال ماس بتتعمل بطريقه اسمها الباي مانوال، ملاش طريقه تانية. باي مانوال، لو حسيتها اتاكد منها بطريقه اسمها البالوتمنت. البالوتمنت ليس ميثود اوف بالبيشن، ات از ا ميثود اوف ديفرنشيشن بتوين تو كوزز اوف ان اوريدي بالبابول ماس. يعني لو ما لقيتش بالبابول ماس ما عملهاش بالوتمنت. البالوتمنت ده بعد ما تحس الماس تعملها بالوتمنت. هنفهم دلوقتي. سيجمويد طريقه اسمها رولينج، وبقيه الحاجات هنقولها بقى. التنس ازايتس طريقه اسمها ترانس ميتد سريل. نعمل بقى الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف. ننده البيشنت. خلي عبد الناصر. اتفضل عبد الناصر. لا ده هيبقى مسلين. نعم. ما انا هنرجعها حالا. حاجة بس. عمين. شيل بس. هو لو قال لي اكزامل هقول كلها. شوف العيان، هم شوفنا، بس انا مش هينفع اعمل على الهواء، جايب بس بيشنت وهوريكم عليه بقى شويه كده. يعني مش لازم تقفوا يعني. اللي قادر يقف من غير ما يغطي على اللي وراه ماشي. يعني الصف الاولاني ممكن يقف لو حد. ارفع دوما. معايا. باي انسبكشن. الحاجات اللي ينفع تشيرها على السبوره خلاص. اللي جاي بقى يتشيرها على العين. باي انسبكشن. اول حاجه سايز اند كونتور. هو العيان عنده سلايد فولنس في الفلانكس. لكن الامبيليك بتاعته لا ايفيرتد ولا شيفت داون. من هنا لهنا ومن هنا لهنا قد بعض. وبالتالي الفاليو بتاعتها مش قويه قوي. انما عنده هنا لوكالايزد سويلنج.
هم براسك كده زادت. طالما زادت يبقى دي مش انترا ابدوم، دي اكسترا ابدوم، يا ليكوما يا هيرنيا يا باريكوستس. طيب كح ادتني اكسبانسايد امبلس اون كف، اذا دي مش ليكوما، دي يا هيرنيا يا باريكوستس. عايزين نعرف بقى هيرنيا ولا باريكوستس. تعالوا واحنا مش بنحط ايدينا عليها، حط ايدك هنا كده، تعرف في معلمين العيان، حط ايدك هنا كده، قول الكح حسيت سريت؟ يلا خش ده في سريت. انا مطلعه عشان الاكسبريشن ده. السريل ده معناها ان ده فاريكوستس، يعني غالبا دي بورتال هايبرتنشن كويس، انما لو ريديوسبل، لو ريديوسبل يبقى ده هيب. طيب ما عندوش بقى لا رايت ولا ليفت هايبوكوندرال انترا ابدومينال سويلنج، لكن ممكن اجيبه بالبلبش هيبات او سبلنوميجي. طيب بعد كده السبكوستال انجل، شوف بعمل ازاي اهو، وايد سبكوستال انجل اكتر من 90 درجه، وايد سبكوستال انجل معناها كرونيك انكريس في الانترا ابدومينال بريشر ديو تو ابر ابدومينال ماس، زي هيباتوميجي عنده، زي سبلنوميجي عنده، زي تنسايتس ما عندوش، زي انفيزيما ما عندوش، بس عنده هيباتوميجي موسعين. دايفركيشن اوف ريكتاي، هم براسك اهو في فيوزي فورم سويلنج في الميد لاين، ده معناه ان العين عنده كرونيك انكريس في الانترا ابدومينال بريشر زي ليفر هيباتوميجالي او سبلينوميجالي او اسايتس، عنده هيباتوميجالي وعنده سبلينوميجالي زي هنشوف بعد قليل. هنزل على الامبلنس، السايت نورمال، الشيب نورمال، لو اعتبرنا الفاريكوستس دي جود بدايه كابوت ميدوزا ينفع نقول ان في فاريكوز فينز، انما نو نوديولز نو ديشارج نو بيجمنتيشن هكذا يفحص. نعم الامبلكس نورمالي فين؟ ما بين الزيف استرنال جونكشن والسيمس فيوز. انت بتشوف المسافه بين الزيف استرنال جونكشن والامبلكس، ما بين الامبلكس وهدوم العيان السيمس فيوز انت. طيب عرفت الغلطه فين؟ انك قست من هنا وقست لغايه هنا لغايه البنطلون، لا انت قست عند السيمس فيوز المسافه دي قد ايه بالظبط؟ ماشي؟ ايه؟ كده اهو كده كده مش محتاج المسطره يعني. ما هو العين كده مش هو الاكسبوز، الاكسبوجر الجيد من اول السيمس بيوبس لغايه النبل ده المفروض، طبعا السيمس بيوبس هنا هو اكسبوز، ده غلط، اكسبوجر لازم من هنا لهنا. نون ديول نون ديشارج نون بيجمنتيشن، هير ديستريبيوشن ما عندوش شعر هنا خالص، فيمي ناين هير ديستريبيوشن اهو، اقعد كده اقعد دلدل رجليك اهو، اقف حتى تحت الامبليكس مفيش شعر، وري هنا وري هنا ليه، وري الناحيه الثانيه وري مفيش هير، فيمي ناين هير ديستريبيوشن اطلع برنس. كرونيك ليفر ديزيز، هطلع للسكين مفيش سكار ولا ستريا ولا سكراتشنج ماركس ولا فيزيبل فينز، لكن في دايليتد فينز اللي هي دي، لكن مفيش الجاستريك بلسيشن نورمال زي اي انسان. طيب الكلكوع هي مجمعه بعضها وعامله بعدين. نيجي بعد كده على الجاستريك بلسيشن موجوده ريسبيراتوري موفمنت ابدومينو ثوراسيك زي اي ميل، فيزيبل بريستالسيس مفيش، هيرني الاورفيسز ما عندوش هيرني، وبعدين بص اول دكتور يقوم تقعده وتبص على فولنس فرينال انجل مفيش، ظهر عادي زي اي ظهر مفيش كلكوع هنا، تقول له نو فولنس فرينال انجل وتسكت، يقول لك بنبص على ايه تاني، قول له فين الجي تاني، مش هيقول لك بتحصل. هو المفروض نعمل ايه لما نيجي نفحصها؟ بننزل الهدوم لغايه الميد ساي او لحد الني نفحص ونرجع الهدوم تاني، لكن محدش بيفحص، انما بتسال ايه اهميه فحص الميل جينيتاليك عيان ابدوم، فتجاوب الايجابيات اللي احنا قلناها خلاص. ادي الانسبكشن شرح وايه وفحص، واغلب الاسئله اللي في السين وجيم عن الانسبكشن تعتبر اتقالت وسط الكلام، هتلاقي بس في الاول السيرفس اناتومي بتاع الليفر والسبلين وكده. طيب حاجه على البلبيشن، سوبرفيشال بلبيشن
الفلات بتاع ايدي اللازق في الرايت ايليا كريجن كده، وعيني على وش العيان. ومفيش ادماس، مفيش جاردنج اورجينيتي، مفيش تندرنس، مفيش ستريل، مفيش سوبرا بيوبيك. ليكت شويه ايدي، محدش يعمل لي ايدي كده اهو. استنى يا دكتور، I'm going to go to the next one.